هل قررت؟ إذا سأكتب لك كلمتين. هذه الكلمتين هما ما في قلبي. قل لي، ما هي الكلمتين؟ بلدنا، بلدنا سنجيقة، طوال السنين والحرب تسبب مآسي، وأنت الوحيد القادر على إيقاف ذلك بتوحيد البلد. سنجي كان يتمنى أن أعدل عن قراري، أن أتركك تعيش لصالح البلد، لصالح الجميع. الحرب التي جرت بين الساو والكين لا شيء مقارنة مع سلامة البلد، مع السلام في البلد. من كان يظن أن خارج أمام القانون يكون مثلنا واحد؟ طوال هذه السنين عانيت لوحدي النقد، محاولات القتل، ولا واحد فهم مقصدي. حتى وزرائي يرونني كمتجبر، كأنني طاغية. والآن سان جي، الرجل الذي لا أعرفه حتى ولم أتكلم معه، فهم كل شيء، فهم كل شيء. والآن قل لي، كيف ستقتلني بدون سيف؟ قل لي كيف بسيفك. فكر في بلدنا ثم قرر ما ستفعل.
أنك ستعيش. رجل ميت يترجاك أن لا تنسى. أقصى غاية لمحارب. اقترب منه ما يكفي. مستحيل أنه فشل. هناك تفسير وحيد لما حصل، أنه رجع عن قراره. ماذا قلت له؟ كتبت له كلمتين. ما هما؟ بلدنا. هذا كل ما في قلبك؟ وأنت؟ أصدق. كيف أقنعك؟ قاتل، لقد قتلت ناملس، خدعت سكاي وحطمت زهاي. قاتل. لما التقينا أول مرة طلبت مني أن نتقاتل. هل القتال هو الحل؟ طلبت منك أن تقاتل. لماذا لم تصد ضربتي؟ لكي تصدقيني. تمنيت دائما أن أتزوج. لكن هذا لن يحصل الآن.
لماذا لم تصد ضربتي؟ لماذا لم تصدها؟ Thank you.